السلام عليكم، كيدايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ اليوم غنقدم لكم واحد الغديوه كتجي بسيطه باللحم والكفته، كتجي سهله. يلا معايا تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير ديال هذه الغديوه. هذه تحبها؟ اي والله اني احبها واغنيها، ودها وبس ودي القلب ما يدفيها. تحبها؟ اي والله اني احبها واغنيها. السلام عليكم، كديرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الاكله كتجي زوينه ولذيذه وسهله التحضير، يعني ما كتشدش الوقت بزاف. كنحتاجو فيها انا عندي تقريبا شويه ديال الكفته، عندي نيه شويه ديال اللحم، عندي سكينجبير، عندي الابزار، الملحه والتحميره والمطيشه دوائر، والطماطم دوائر، والبصله هي دوائر، وشويه ديال زيت العود. يعني هادشي اللي كنحتاجو في هذه الوصفه هذه، واي حاجه غنديرها غنشاركها معكم ان شاء الله. هنايا عندي شويه ديال اللحم، تقدروا نتوما تستعملوا اي نوع من اللحم عندكم في هذه الاكله هذه. عندي هنا شويه ديال الابزار، شويه ديال السكينجبير، وشويه ديال التحميره، شويه ديال الملحه، ومطيشه دوائر، والبصله دوائر، وشويه ديال زيت العود. بالنسبه للكفته غادي ندير فيها الثومة، غنستعملها مع اول حاجه غنديرها غنشد هذه الكفته هذه، غندير واحد شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال زيت العود، ونخلطها. ديروا ربع، ديروا ربع حتى هو، قصبوا المعنف ماشي مشكل. المهم انا غادي نخلطها. دابا غنخليها ترتاح وغنوجد الطاوة ديالي اللي غنطيب فيها اللحم. دابا غادي نستبدل اللحم ديالي بهذه الطريقة هذه. فرشت هنايا، درت شوية ديال زيت العود وفرشت البصلة، وغادي ندير اللحم. صدقوني حتى تجربوها غادي تحكموا على الأكلة هذه. أنا المهم كنديرها كل مرة، مرة كنديرها، مكتاخدش الوقت بزاف، ودغيا كتجي زوينة ولذيذة. ندير هنا شويه ديال السكينجبير، ندير شويه ديال الملحه، وندير شويه ديال زيت العود. سمحوا لي غندير البزار تاعي حيت ما درتوش. غندير زيت العود حتى هو، عندي ديك البصله دوائر عارفين ما حطيتوها، شي حاجه بسيطه ودغيا دغيا كتوجد. بالنسبه للثوم غادي نرمي غير هكا، يتلقى ديك البنه وما
الطماطيشه حتى هي نفس الشيء. كنديرها غير يعني ما كنحطهاش فوق الحمار في الجناب بحال هكا. بالنسبه للكفته غندير انا غير في هذا الجنب هذا. بسم الله. كما كيقولوا صبيعات صبيعات نيت حتى بحال هكا. دابا غندخل ان شاء الله هاد الحنه ديال الفران ونرجع معكم ان شاء الله نصاوب اللي صوبتها اللي غنشاركها معكم. دابا غنقدم لكم هذه كيقول لها التاتشوكا. المهم غادي نشاركها معكم هنايا كل واحد واش كيقول ليها واش تاتشوكا ولا. المهم غادي نصاوبها ان شاء الله. كنحتاجو فيها هنايا عندي فلفله خضراء، الى عندكم الحمراء ولا اي نوع تقدروا ديروه. وهنا شويه ديال الثومه، شويه ديال البصله، وشويه ديال المطيشه طرونشات، وشويه ديال الزعتر، وشويه ديال مطيشه الحك. وتقدروا ديروا فيها حتى الحرور يعني الهريسه ولا السودانيه كتجي حاره شويه. وكل واحد الطريقه باش كيصاوبها. انا كنصاوبها بهذه الطريقه هذه. وعندي هنا شويه ديال زيت العود، عندي هنا شويه ديال البزار، شويه ديال المليحه، وشويه ديال التحميره، وشويه ديال سكينجبير. هذا الشيء اللي كنحتاجو. نبداو ان شاء الله على بركه الله. هنا درت شويه ديال الزيت العود، غادي ندير البصله شحر ليا هنايا. تقدروا تكثروا البصله وتقدروا هذه التكتوكه هذه يعني طيب وداكشي تقدروا بيتي ترتقوا على رضيك كتجي زوينه عاوتاني كتجي لذيذه. شي خطره نشاركها معكم ان شاء الله. هذه البصله تشحر هذه الزيت العود من هنايا. كنقول لكم الله يشافي كل مريض، الله يجعل سيدي ربي يبعد عنا هذا الوباء هذا، واي واحد مريض الله يجعل سيدي ربي يشافيه ويعافيه في اقرب وقت يا ربي. غندير الكفله هنا. زدت شويه ديال البزار وشويه ديال الملح وشويه ديال الثومه ومعلقه ديال مطيشه الحك والمطيشه. وغادي نديرهم يتقلاو ونرجعهم يتقلاو مزيان ونرجع معكم.
دابا اللحم طاب والكفته هي راه طابت. دابا غندير واحد شويه ديال الكمون. ما باش نديرو من الاول، ندير واحد شويه ديال الكمون هكا من الفوق، كيجي بحال مشوي، كيجي زوين، واحد المذاق طالع منو رائع. جربوه ان شاء الله غادي يعجبكم بهذه الطريقه اللي كنديرها. ولا كيعجبكم هاد الفيديوهات ديالي ما تنساوش ما تبخلوش عليا باللي لايك وديروا لنا اشتراك وتوقفوا معايا باش ان شاء الله القناه هذه تكبر. ها هي الغديوه ديالنا، وجدت في واحد الوقت اللي هو يعني قصير، ماشي زعما وقت اللي هو طويل. ها هي التكتوكه ديالنا، التكتوكه والشليضه ديالنا، شويه ديال الخيار وشويه ديال كورنيشون وشويه ديال مطيشه. نتمنى هاد الفيديو هذا البسيط يعجبكم، وان شاء الله نتلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه، في امان الله.